الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هو المرتبط بالعطلة المدرسية. موضوع ديال العطلة المدرسية غيكون عندكم إن شاء الله هذه المرة. جميع التلاميذ مقبلين إن شاء الله أنهم يلتحقوا بالمدارس ديالهم. ما غاديش يكون تما ديال العطلة. لكن هذا الموضوع هذا أولا الوزارة الآن تشتغل على توفير واحد المجموعة ولا تقنية الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى المدارس. ثم تعاطي مع التطور ديال الحالة الوبائية داخل المدارس سوف يتم بشكل محلي ماشي وطني. المسؤولين ديال المؤسسات المدرسية مع المسؤولين ديال وزارة ديال التربية الوطنية على المستوى الإقليمي مع المسؤولين ديال السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه القانون أو الرسوم ديال القانون الذي ينظم هذه المسألة ديال الطوارئ الصحية. لا قدر الله إذا كانت شي أمور تسجلات على مستوى بعض الأقاليم سوف يتم التدخل إقليميا ومحليا. لكن المهم يستعرفوا من خلال هذه الصحفية جميع المواطنين بأنه إن شاء الله الدراسة سوف تعود يوم الاثنين المقبل وما غاديش يكون تشتيت. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.